الأساسي، أحلى لمة أحلى جو. وبأسعار مش هتحصلها لك مكان ثاني. للتواصل مع إدارة الراديو على الرقم 092-313-31-25 أو عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالراديو، راديو شباب بنغازي. راديو شباب بنغازي، أحلى لمة وأحلى جو. مساك طيب اخوتي وخواتي وكل حضورنا الكريم، حلقه جديده، جو جديد وضيف جديد، اكيد في حلقه من حلقات سمعنا بجوك. اكيد متعودين على اخويا وزميلنا اكيد طارق المسماري وايضا زياد العرويه، لكن اليوم طل عليكم العبد الله اسعد البرغثي، ومعنا ضيف جديد. نرحبوا بضيفنا اليوم الفنان الشعبي مجدي الكديكي. مساء الخير. مساء الخير اخوي سعيد، وتحيه لك وتحيه اخوي وحبيبي المخرج الاستاذ محمد ابو سيفي، وان شاء الله نقضي وقت سعيد مع بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، اكيد كل التحيه لك اكيد، وان شاء الله ربي يحفظك، وان شاء الله نقدموا وصله غنائيه ان شاء الله للمستمعين وغيروا جو المستمعين، بما ان في اخبار في موضوع فيروس كورونا ينكدوا عليهم شويه، ولكن نحن فكرة برنامجنا نغيره من جو المستمع، وأكيد طبعا بنوصله تحياتنا أكيد لجميع أبطال القوات المسلحة، ونقولهم إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله وربي يحفظكم، وأكيد بيسطروا في ملاحم القتال في عاصمتنا طرابلس، وإن شاء الله ربي يحفظكم. شن تقول لي الأشاوس الجيش؟ أكيد إن شاء الله ربي يحفظهم ويرعاهم، إن شاء الله كل أفراد القوات المسلحة، وتحية طبعا للقيادة العامة أكيد، وإن شاء الله ربي ينصرهم إن شاء الله، وين ما يكونوا في أي محور إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. فنان مجدي الكديكي، نحن طبعا ديما نحب نعطوا أكبر مساحة في الحلقة للضيف، طبعا أنت مش ضيف، تصاحب مكان، نعطوا أكبر مساحة لضيفنا وبيش الناس تسمع فن ويغيروا جوهم. شن حاب تسمع المستمعين؟ بالنسبة في عمل الأستاذ طبعا الشاعر عادل الغزالي الهرم الكبير، ومن الحان الأستاذ الفنان علي العبيدي، إن شاء الله يعجبكم بمناسبة القصة هذه اللي سايرة بالنسبة إن شاء الله للبلاد، وإن شاء الله ربي يحفظ البلاد والعباد إن شاء الله. إن شاء الله توكلوا على الله إن شاء الله نسمع. يلا
كل صوت الضمير ويبدد كابو مسلك شينا بهالله كبير نرتسل وفوسلك بحق صوت الضمير ويبدد كابو مسلك نعيش الفرحة ولادنا تحنا دوم الضهار نعيش الفرحة ولادنا تحنا دوم الضهار واللي يريد الله الكديكي وإن شاء الله دائما متألق. أكيد مستمعينا الكرام ومشاهدين على بث المباشر على صفحة راديو شباب بنغازي 101.5 أكيد ما زلنا مستمرين معاكم في حلقتنا اليوم من برنامج سمعنا بجوك ونراجعوا في اتصالاتكم على أرقامنا 091-55-111-13 و 091-55-11-11-4 نعودوهم من جديد 091-55-11-11-3 و 091-55-11-11-4 وعندنا أخونا مجدي عندنا كم تعليق على صفحة الراديو نقروهن مع بعضنا. عندنا أول تعليق من هكذا أنا يقول منورين إن شاء الله ربي يحفظك يا هكذا أنا وديما منورين معنا في البث. ريمي البرغثي صديقة البرنامج صديقة الراديو تقول أحلى طلة والله ربي يحفظك إن شاء الله وديما معنا وديما تابعي فينا. عبد العزيز الكوتي يقول ديما طيبين ربي يحفظك ان شاء الله وديما طيب. عبد العاطي ميلادي يقول منور فناننا الراقي والمحترم ربي يحفظك اخوي مجدي كديكي تحياتي لك والى كل طاقم الموجود معاك في هذه الحلقه. شكرا استاذ عبد العاطي رد عليه. تحيه لك اخوي عبد العاطي وتحيه لشباب ليبيا كلهم واحد واحد تخصيص وتحيه من وجه تحيه طبعا لنا لاخوتنا في مصر وفي مطروح صراحه الله عندنا متابعين البرنامج وعندنا ناس تابع فينا ان شاء الله ربي يحفظهم ويرعاهم جميعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. اكيد معانا ايمن الاسمر يقول ربي يحفظك مانك عادي حبيبي حبيبي ربي يحفظك ان شاء الله. ايضا تعليق سمايل من ريمي ان شاء الله ربي يحفظك يا ريمي. الفنان عبادي العقوري يقول او شوكولاته بقره موضوع عاد ربي يحفظك الفنان عبادي العقوري ديما طيب ان شاء الله. عادل محمد الزاوي يقول ربي يحفظكم ان شاء الله ديما منورين ربي يحفظك ان شاء الله وان شاء الله ديما طيب ان شاء الله.
استاذ مجدي فنان مجدي الكديكي من مدينة بنغازي ومتألق أكيد في حفلات واجد في مدينة بنغازي. نبهوا نهدرزوا مع بعضنا شوية. يا سلام. شو قصتك مع الورد؟ الورد طبعا هذه في الزراعة من أنا صغير طبعا. إن شاء الله. مشتل طبعا السلسبيل تقنية زراعية. هواية. الباك قراية وقصيدة مادة الزراعة طبعا أيام ما كانت. إن شاء الله. أيام ما كانت أمان. إن شاء الله. طبعا من أنا من الصغر طبعا هي المهنة هذه الورد والموسيقى هذين مصاحبات مع بعض. إن شاء الله. وقريبات من بعض الورد والموسيقى. يعني. أكيد هذه بدري. أكيد. مشتل السلسبيل تقنية زراعية. تقنية زراعية إن شاء الله موفق إن شاء الله في حياتك الفنية وأيضا الزراعية. رب يحفظك إن شاء الله. مجدي نبو نقوله كم اسم الاسم اللي تسمع ترد عليه بكلمتين كلمتين شوية ولا نعطوك أخرى كويس كويس. ونيس الشريف. ونيس الشريف شو بنقول لك الشاعر العندليب. شاعر العندليب غنيت غنيت الأستاذ ونيس. عبد الباسط لزوي الشاعر البرنس غنيت له ما شاء الله. باسط حسن. باسط حسن شو بيقول لك بدي الجذاب يا إنسان هذا هي شو بيقول الشاعر يعتبر شو بيقول لك يعني ما بنقول الكلمتين ما تسدش ما يسدنش فيه استاذ ان شاء الله ربي يحفظه ربي يحفظه ان شاء الله. هو مساعد لكن ما شاء الله ان شاء الله موفق ان شاء الله. خليفه بكرع. خليفه بكرع هذا حبيبي ربي يحفظه يرحم سمعين مزي كديك صاحبي صديقي من خليفه الخفيفي هذا مدينه من بلديه بنغازي وش بنقول لك يعني من الناس المستمعين مزي كديك تلفونه كله تلقى مزي ان شاء الله ان شاء الله. الدكتور حسين الشارف. الدكتور حسين الشارف شخصية محترمة جدا صديقي راجل شو بيقول لك يعني تجلس معاه الوقت يعني أكيد يعطيك بالذات في تاريخ ليبيا يسرد لك بالقبائل شخصية محترمة جدا نعتز بها يعني. هو مش أخيرا يعني مازال في اسم تنشوفه الاسم شن يعني لك مش هذا طبعا نبو الاسم الأخير اللي توه أحمد الزياني. احمد الزين ان شاء الله ربي يروحه طيب هو حصل قاعد في مصر قاعد هذا اللي جبت لك هنا اصلا مقصوده واللي حطيت لك الاسم اللي بعده مقصوده برضه اساس ان اساس ان احمد ان شاء الله ربي هو انا كنت في مصر روحت وبعدين هو نزل عدى بعدين حصل في القصه هذا ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يرده طيب ان شاء الله ربي يحفظه. عم عربي. عم عربي هذا هي السواق بتاع السياره التاكسي كان طبعا انا نخدم في مكسيم في مصر في صاله مكسيم تمام ونخدم في صاله كومباست تميت خليت السواق هذا عمي عربي هو اللي يشيل فيا للصلاة طبعا تمام كيف تقول نعطي هذا النمرة بعدين نادي نعطي مكان النمرة تمام وشخصية محترمة جدا تصدق عمي عربي اللي عند خشيت اللي بو يتصل بيك إن شاء الله ولا لا هم يقدروا في الناس ويقدروا في الناس المحترمة المصرية بصفة عامة يعني تأخير مستغرب بقول من يجاب الأسماء هذه مش عارف هذه في نص ساعة لميت لك ما شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله. مجدي نبو ناخذ وصلة غنائية أنت تريح مع الجمهور نبوك تسمعهم حاجة بس نبوك أول حاجة تبدأ بها داير سوايا معي داير سوايا معي كلمات شعر عبد الباسط السوي الحان إن شاء الله يعجبكم إن شاء الله توكلوا على الله يلا Oh, you are.
الله فنان مجدي الكديكي وموفق ان شاء الله في القادم وربي يحفظك ان شاء الله. مازال ممكن نسوا عليه. تفضل سليمان الديناري، تحيه خاصه سليمان الديناري، تحيه الخوي على البرغثي، تحيه اللي طبعا في مجموعه محترمه ان شاء الله مليوح كم صراحه للناس اللي قايمين بها والناس اللي فيها كل حلو، ونفس راديوكم هذا بالضبط شباب بنغازي ربي يحفظكم يا رب. الله يسلمك. اكيد نوجه تحيه لكل من يتبع فينا ويسمع فينا سواء على اثير راديو شباب بنغازي 101.5 او على البث مباشر في صفحه الراديو راديو شباب بنغازي. اكيد كل التحيه لكل من يتابع فينا، واكيد من بينهم اكيد هنا احمد جيبوا لقاء مع باسط وحازم وابراهيم وزيكو اليمني ان شاء الله. اكيد اداره القناه حتنسق معاهم وشوف تعليقك ان شاء الله حنستضيفهم. اكيد عبادي العقوري من جديد يقول احلى تحيه لك سعيد وانت وضيفك الاستاذ مجدي وحمادي البوسيفي، ربي يحفظك يا عبادي وديما طيب ان شاء الله. مجيد الديناري يقول منور وربي يحفظ الفنان المحترم مجدي الكديكي. حبيبي مجيد ربي يحفظك، ربي يحفظك ان شاء الله. شباب الجرار وبرسس كلهم جميعا ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحفظك ايد كل مدن ليبيا بصفه عامه. واكيد عبادي العقوري يقول من جديد منير الفارسي لقاء مع صاحبك ورفيقك، ربي يحفظك ان شاء الله يا عبادي. ايضا هنا احمد تقول احلى تحيه لفنانين البيضه، اكيد كل التحايا لفنانين المنطقه الشرقيه بصفه عامه، اكيد ربي يحفظهم اكيد. وين محمد؟ هذا يلا نقرأ التعليقات يا عالم. تخذ انزل له اطلع انزل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما منورينك. علاوي البرغثي يقول ملك عادي يا غالي وربي يحفظك ان شاء الله. احمد يوسف يقول منور يا فنان ربي يحفظك. ابراهيم فلاق ربي يحفظك يا غالي ربي يحفظكم جميعا ان شاء الله، اكيد من فناننا مجدي الكديكي، وان شاء الله ربي يحفظ جميع اللي تابعوا فينا على البث المباشر سواء في صفحة الفنان مجدي الكديكي أو في صفحة الراديو. مجدي نحن ما خذيناش وصلة، خذينا أغنية تو. أكيد نبو وصلة. حاضر. نبو وصلة غنائية. سليمان ديناري وحميدة مرعي الفسي. أيوة. يونس جبالي. بوفا عقوري الديناري يقول منور يا أخوي حبيبي مجدي كديكي برما. مساء الخير يا اخوي مجدي. مطروح برما ومعدي ان شاء الله. مطروح هذوما ناس برما ومعدي. برما ومعدي مطروح. ربي يحفظهم جميعا ان شاء الله، وان شاء الله ديما ما نسينك في صفحتك وربي يحفظهم ان شاء الله. ومفتاح ايضا الناصر صالح احلى تحيه يقول لك. اسامه ايضا يقول منور اخوي مجدي وربي يحفظك، بس الصوت رايح بكل. الصوت لان ما فيش سماعه راكبه حنركبوه على تليفون مجدي وحتسمعوا ان شاء الله. حناخذوا وصله محمد بعد اذنك. سماعة على تليفون مجدي باش يسمعوه. أكيد مستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على راديو شباب مغازي 101.5 حناخذوا وصلة غنائية ونرجعوا لكم من جديد، خلوكم معنا. هما عليكم في
وما عليك ما عليك ما عليك في الفراق منكم ودموع علي مربوحة مسامح ما عليك ما عليك ما عليك ما عليك في من الوي عليك من كان عني هجركم يغنيك حسيت ريبة في سلام يديكم وفي عيونكم ريت الحنين شوي أيام نجومي بالغلا ونجيكم حتى هنا ما زال شوقي في شرقي مسامح في من زابيكم شرقي مسامح في من زابيكم خلاص ارحلوا خلاص ارحلوا خلاص ارحلوا ما نريد منكم شيء وما عليكم في وما عليكم في وما عليكم في وما عليكم في الفراق منكم ودموع علي مربوحة مسامح ما عليكم ما عليكم ما عليكم ما عليكم في ما عليكم كني سوى دم والله دموع سالا من ما دام برضاكم بعدتوا عني ما يهمكم لو متت والله حي ما من كوايل في حياتي جنوي جت غير عليكم ما زيد بشي شدد عزم نصبر على الوجع لا ينمي شدد عزم نصبر على الوجع لا ينمي واخذ رضاهم واخذ رضاهم واخذ رضاهم في الحياة والدي هما عليكم في هما عليكم في هما عليكم في هما عليكم في الفراق منكم ودموع علي مربوحة مسامح ما عليكم ما عليكم ما عليكم في عقلك ما يجيب البعيدة ليمشي فكرك بعيد هذه تحية وهدا خصيصة لخوي حبيبي مخرج البرنامج حميدة البسي كلمات خوي حبيبي الشاعر راجع عاشق أول مرة تنقال في راديو عقلك ما يجيب البعيدة ليمشي فكرك بعيد عقلك ما يجيب البعيدة ليمشي فكرك بعيد مجدت عندي جديدة مجدت عندي جديدة ما زلت بقلبي الوحيد ما زلت بقلبي الوحيد ما زلت بقلبي الوحيد ما زلت بقلبي الوحيد
الله رب يحفظك ان شاء الله فنان مجدي كديكي، وشكرا على الوصله الغنائيه اللي ابدعت فيها الحق، وان شاء الله رب يحفظك ان شاء الله. وانضم الينا اخونا مجدي المذيع في البرنامج زياد العروي. تفضل زياد. نصنا اخونا مجدي وربي يحفظك. مشكلتك اخونا المايكات مسكرين، ليش جد ما الهواء ومايك مسكر ليش؟ شكرا. نور محمد، كنت ندوي ومايك مسكر، سامحونا يا جماعة. أكيد ربي يحفظك فناننا، وانضم لنا مقدم المقدمين برنامج سمعنا بجوك زياد العروية. زياد، شن حاب تسأل ضيفنا؟ أول حاجة أنستنا أخونا مجدي وربي يحفظك إن شاء الله. سلمى أخوي زياد، سلمى. طبعا أنا نشوف فيهم النص اللي قاعدين على البث المباشر من عشاق ومتابعين الفنان مجدي يسعد. سلمى. بين فيه مش حنسألوه اليوم، مش حنزروه نحن، لكن حيزروه المشاهدين. حيزروه اللي عنده سؤال المجدي يا ريت يعلق لنا ان شاء الله. في زياد بعد اذنك، في عندنا هنا احمد كاتب علقنا كم مره تقريبا، علقت كم مره، وهي ممكن ما سمعتش لكن قريت كم مره تعليقك، مرتين قريت يا هنا. وإذا يعني الصورة اللي تحطيها من على نحن ما نعدلوش على الصور اللي تحطين، كل واحد وتوجهها، ورب يحفظك إن شاء الله، وإن شاء الله ديما طيبة. وقرينا تعليقاتك من بدري، وشكرا أكيد لكل من يتبع فينا. لو عندنا تعليقات زياد بعد إذنك. عندنا هنا أنا أحمد صوت جميل طبعا كاتبة، علقنا توا وغنينا طبعا أغنية بتاع السالب والموجب بعد تطلع كورونا كاتبة. وفي واحد طالب أغنية من من مجدي وتقريبا اسمع عمر الجزيري، بين عندك تعليق؟ وممكن انا النت عندي ضعيف مش حيبان التعليقات كلها. لا مش في عمر، يا ريت يا عمر لو تسمع فيا عاود الاغنيه اللي طلبها من الفنان، وان شاء الله الفنان يسمع فيك وان شاء الله حيغنيها. رويدة المجبري ما شاء الله صوت جميل جدا، ربي يحفظكم جميعا وموفقين. عندنا أنا أميرة أنا ممكن أغنية كان عيونك قال كلمة من أحلى الأغاني دينا طبعا. تمام، سجلها عندك يا سعد، سجلوها. هنا أحمد طبعا تنقروا لك رسالتك، كتب أحلى تحية لقبيلتي وقبائل ليبيا القذافة. عندنا أنيس البرعسي غني أغنية متغيب عني متغيب يا ريت. طبعا نذكروا أصدقائنا في البث، أنا مفتوح عشان تطلبوا الأغاني من الفنان مجدي الكديكي، ياريت اللي يحب يسمع أغنية من الفنان يقول لنا اسمه. وأكيد كل يسمعوا فينا علي تردد الراديو 101.5 علي يوصل رسالته أو مكالمة علي 091-55-11-11-3 و 091-55-11-11-4. مجدي نسألك كم سؤال وبعدها نأخذ وصلة غنائية للمستمعين لأغاني المطلوبة. أخونا مجدي الكديكي، أول أغنية لا شن كانت؟ أول أغنية كانت لي في 2010 من الحان نعيم الزوي، كلمات نعيم الزوي، مجلد نشد عنك ونقول لك كيف حالك رغم الوجيعة منك، نسيتني من بالك، طبعا طبع في تونس وقادت شركة الأمواج في طرابلس الألبوم، هذا أول ألبوم، وكان فيه عدة أعمال هنا معنا. اللي هي الأغنية؟ مجلد نشد عنك ونقول لك كيف حالك رغم الوجيعة منك. متداولة علي الأغنية، أكيد هي شهرة الأغنية، أكيد أكيد. طبعا كلمات نعيم الزوي ومن الحان نعيم الزوي. تمام، نسمعوها منفصلة كي خاطي إن شاء الله. إن شاء الله ما عندك شيء. نسمعوها بروحها. نسمعوها. يلا. أنت العمل تو صراحة لا مقطع. حتى هو العمل لك. عزيز على قلبي حتى. حنسمعوها مع بعضنا. أنا شيل عيونك. كان عيونك. ما زلت نشد عنك ونقول لك كيف حالك
ونقول لك كيف حال. رغم الوجيعة منا ونسيتني من بالك ونسيتني من بالك ونسيتني من بالك. ما زلت نشد عنا ونقول لك كيف حالك ونقول لك كيف حالك ونقول لك كيف حالك. رغم الوجيعة منا ونسيتني من بالك ونسيتني من بالك ونسيتني من بالك. ما زلت ماني ناسي كل شي بيني وبينك وما زال عندي احساسي ينشد عليك وينك. ما زلت ماني ناسي كل شي بيني وبينك وما زال عندي احساسي ينشد عليك وينك. غايب علي وغيتك ما صعبها عقلي بكى من قبل ما جربها. غايب علي وغيتك ما صعبها عقلي بكى من قبل ما جربها. العين سالت دمع غالبها اللي كلها جايبة موالك جايبة موالك جايبة موالك. العين سالت دمع غالبها الليل كله جايبة موالك جايبة موالك جايبة موالك. ما زلت ننشد عنك ونقول لك كيف حالك ونقول لك كيف حالك ونقول لك كيف حالك. رغم الوجيعة منك ونسيتني من بالك ونسيتني من بالك ونسيتني نسيتني نسيتني من بالك. الله عليك والله. ما زلت ننشد عنك أكيد كلمات الشاعر الضائع نعيم زوي والحان ايضا الفنان الشاعر عفوا نعيم زوي وغناء الفنان مجدي الكديكي. ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. مجدي عندنا كم تعليق وكم سؤال من المشاهدين بث المباشر ومتابعين راديو شباب بنغازي، نسمعون مع بعضنا ان شاء الله. عندنا عمر الجزيري يقول اغنيه الساكت ناكت. الساكت ناكت هذا التعليق اللي كان بدري وراح منا ورد من جديد. موال. وعندنا حسام يقول احلى تحيه للفنان الشاب مجدي كديكي من ولد عمته هشام العبار. سلمك. عبد الله الكاسح يقول احلى تحيه للفنان مجدي كديكي ربي يحفظك يحفظكم وان شاء الله ديما ملتمين على الخير. اخوكم عبد الله الكاسح. نبو السؤال. نحن عندنا ادم زوراب يقول انا عندي سؤال للفنانين وارجو الرد. ليش لما تكون في حفله وفيها فنان معروف وتكون فيها موهبه مش معروفه ويتكلموا عليها الناس اللي في الحفله ولكن يكون الرفض من الفنان وياريت الفنان يجاوب؟ يعني هو قصده ليش لما تيالك السؤال في حفله خاصه مثلا ويقعد فيها فنان مش معروف ويقعد فيها فنان مثلا كيف حضرتك او فنان اخر يطلبوه الناس انه هو يغني مثلا نوبه؟ لا حتى غفير المزرعي يقول له تعال قال رد سريع. لا هو بصفه عامه كاتب لي شيء. انت قبل ما نبدا الحلقه لو تسكت وريتني انت تعزف لوليد صغير. اوكي شو اسمه؟ اسمه بوفا. بوفا ان شاء الله ربي يحفظه ويرعاه. بوفا وليد صغير كان يغني ولد صديقك او ولد خو يعني عرفت ولد خو صديقك يدير له يعزف له ويخليه يغني ان شاء الله. احنا اي واحد مرات الكروس يبي يغني خلوه فيه. اصلا احنا كنا قابل نفس القصه هذه. احنا صغار كنا من يطلعنا؟ طلعنا احنا اللي قابلنا محمود الشبلي هم اللي دفعوا بينا. بشير مسلاتي حميد ابو نقطه الله يرحمه ويسامحه هذا اللي خذ بيده. اول حفله غنى فيها مجدي الكديكي. اول حفله غنيت فيها اللي مسك لي فيها عود مسك معايا من اول نوبه لعند اخر نوبه هو اللي شجعني حياة الفنان الراحل الكبير مدرسة حميد أبو نقطة. حميد أكسيبات حميد أبو نقطة الله يرحمه ويسامحه شخصية محترمة جدا. أكيد أكيد إن شاء الله ربي تقبله برحمته. فنان ومدرسة من
مدارس الفن في مدينة بنغازي خاصة وليبيا بصفة عامة. أكيد يعني لما تقول حميدة أبو نقطة معناه فن المرسكاوي. حميدة أبو نقطة مدرسة واحدة مدرسة بنغازي. بنغازي كيف نقول حق فينا قزقزة فيها عبجلي فيها حميد فيها حميدة أبو نقطة صح فيها إبراهيم صافي معيلف فذلك هذا بالنسبة لحياة حميدة حتى هو لون من ألوان ومدرسة واحدة. أكيد أكيد. كملوا تعليقاتنا زياد. آدم آدم الزوراء بيقول أرجو من حضرتك أخويا زياد توجيه السؤال لضيف الحق. قلنا لا طبعا سؤال عندنا هنا هنا أحمد تقول نبو أغنية لكوكب الشرق الأول تونس مفتاح إن شاء الله. ريما البرغثي ربي يحفظك ويحميك. عندنا باسم فرجاني يقول تحية جميلة وجلسة سعيدة ليكم المستمعين والمشاهدين وربي يحفظكم. منور أكيد عمود من عمدان برنامج سمعنا بجوك باسم الفرجاني العازف الراقي أكيد ربي يحفظك إن شاء الله. ما عندي شيء إذا أذكرهم بأرقام هواتف البرنامج يمكن تقدر تخشوا معنا مداخلات هاتفية على تردد 101.5. أكيد نذكرهم بأرقامنا زياد 091-955-11-11-3 091-55-11-11-4. أنا ما عنديش طبعا رسائل. وقف أنا معنا رسالة. ياريت اللي حاب يسأل الضيف الفنان مجدي الكريكة أو حاب يسمع منا نغم مرسكاوي علي جوا أكيد ونسمعه مع بعضنا. عندنا ثلاث طلبات يا مجدي من المستمعين. شيل عيونك وما تغيب عني والساكت ناكت. أيس. يلا توكلوا على الله. يلا شنو في مكالمة حميدة؟ لا بزال. يلا كان عيونك كانت كلمة كلمات خوي وحبيبي الشاعر حسين القبايلي من الحان إن شاء الله يعجبكم سأل مدينة الزابية. رسائل أنا يا أسعد دقيقة بس طبعا يشير لي حميدة أنا حميدة فلوجتنا شوية هي بيقرأ رسائل.
نوه على تغطية الاتصالات. طبعا تغطية الاتصالات اليوم مقطوعة سمحونا، طبعا هذه الخلل مش عندنا نحن، هذه في الشركة. تمام، عندنا هنا احمد يقولوا حق ربي الفن الشرقي هذا يهبل. فن هذا هي من ممكن من مغرب لينا من بدري في كلام ماني. ان شاء الله ربي يحفظك هنا احمد، واكيد فن الليبي كله بصفة عامة. لا بالعكس، هنا ربي يحفظك ان شاء الله. ايضا صوته جميل مجدي، وان كنت غايب. وان كنت غايب يا مجدي؟ أميرة، ما بين الحلمة والحلمة طيفك مليلة فاردني وحب الله. الله اني مجنونك يا ساحر وحب عيونك. صدقني ما يوم من هونك تلقاني في كل اوقات كان عيونك كان كلمة عيوني كان كلمات. طبعا موجه تحية لصاحب الكلام الشاعر حسين قبيلي ربي يحفظه ويرعاه مدينة جدابي. اكيد اكيد عندنا السؤال اللي مبذري انسأل من ادم، هو كتب بارك الله فيك خوي زياد، بس الجواب مش مقنع. هو ممكن انت وصلك مش مقنع، لكن هو عطاك الاختصار وعطاك نهاية الكلام. قال لك حتى لو الغفير بيغني خلوه يغني، مش حتى فنان مش معروف يعني، ولا لا؟ والله العظيم هو كمجدي هيك كلامه، ممكن في حد اخر، كل واحد طبيعته يعني، ممكن في حد اخر يقول كلام اخر، لكن كمجدي اصلا وصل له معلومة طالما شخصية محترمة، وأي واحد حتى مرات من الكرسي يعني يطلع، مرات من الكرسي يقول أنا بجمهور واحد بجمهور صح، مرات يطلع ولد عمت العريس والله ولد عمت يقول لي رايك ونقول له جيبه صح تمام. أنا يعني كم كم مرة ليلة بيفرح وبيها ليلة، كم مرة صاير قدامي الموقف هذا، ما فيش يعني من والله من الفنانين يعني. مرة في حفلة فيها صلاح رواق وفيها فيه فنان واحد آخر من بنينة مش عارف اسمه رايح، وفيها كم فنان وفيها علي غنيوة من البيضة، ويعني عادي فنان، هو مش فنان يعني، جارنا كاين قالنا بنغني ما فيش حد اعترض والله نقول لك حاجة كان ممكن هذا صح هذا اللي دير سؤال ممكن رفيق ممكن في أكيد لا ما قلناش ما فيش صح في نوعية ما يرضاش حد صح ما قلناش ما فيش هي في لكن كمجدي يا آدم كمجدي قال لك أنا لو حتى الغفير يبي يغني ما عنديش معاه مشكلة. قلت لك اللقطة اللي صارت مرة شاب يعني مش فنان لكن صوته سمح يعني يبي يغني، عصام الطاوس كان قاعد، عصام خلاه يعود مرة أخرى، قال لي هذا شو القصة هذا منو أكيد أكيد يعني في لي يفهم في فن. ممكن الفنان اللي صار قدامك الموقف يا آدم ممكن مش فنان يعني، في لي قدر في الفن هذا ممكن مش فنان. آدم ردينا على سؤالك تقريبا 3 مرات وربي يحفظك إن شاء الله، وشكرا لسؤالك. وأيضا ريمي البرغثي قالت كلك ذوق، إن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها. شكرا ريمي البرغثي. أيضا ما فيش مشاركات دولية على الفايبر أو على الواتس، هو الاتصال يعني إحنا عندنا خلل في اتصال بصفة عامة يعني، هو النت يقطع ويجينا نحن يعني. إن شاء الله لو يتوفر في حلقة أخرى إن شاء الله حنديره رقم للفايبر أو رقم للواتس. وشكرا لمراسلتنا. أيضا مجيد الديناري يقول ربي يحفظه والله، فضل رد عليه سلمك حبيبي مجيد ربي يحفظك أنت وخالد. أكيد عبدالله الكاسح يقول موال يا مجدي كديكي حاضر. هو مازال عندنا أغنيتين نحن من طلبات ساكت ناكت اللي هو موال، وعندنا لطغيبي ولا لا، حنأخذونه مع بعضنا. هنا أحمد كاتب ريمو على تعلق تعلق ايه هدرزن مع بعضهم في البث ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. لما ربي يحفظك ان شاء الله ريمي وهنا ديما طيبات ان شاء الله صديقات البرنامج والراديو بصفة عامة. لا والله ان شاء الله هو انقلب لا والله لا فن لبناني ولا فن تونسي ولا غيره، الفن الليبي الشرقي كسر العداد ووصل العداد وصل للقمة. اكيد اكيد كيف ما قالت ريمي كل حد ينسجم مع الفن اللي في بلاده وربي يحفظ الجميع ان شاء الله. الساعدي دقه احلى زياد واحلى مجدي، تحيه مني لكم ومن الكفره. اكيد ربي يحفظك ساعدي ويحفظ كل اهل الكفره عازفين مدينه الكفره. طبعا ساعدي نبغى اغنيه لصلاح ابو عزه خيرها في غيرها اذا كانت متوفره. متابعين معكم من العاصمه الالمانيه برلين، وتحياتنا للجميع واهلنا في بنغازي. تريد كملنا
وين طقيت انت؟ بس طقيت عند برلين. تمام. وجع العين يقول ربي يوفقكم، تحياتي للجميع وربي يوفقكم يا فنان الرائع ويحفظك يا رب. انا احمد غني من اغاني تونس مفتاح، غني له مغنية من اغاني تونس مفتاح. هو ثاني طلب لي تونس مفتاح يا مجدي. عندنا احمد يقول فعلا ان الشعوب لا تنسى جملة مع فنونها وتراثها، ولهذا نشاهدكم من اندونيسيا برغم من الوقت متاخر جدا. ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله، وان شاء الله ديما طيب، وان شاء الله تروح. هو ممكن نقول له ممكن تروح طيب، ممكن ما يبيش يروح هو اكيد. عندنا ردوا هنا احمد اخرى، شكرا لك يا مضيع وتسلم. الله يسلمك ان شاء الله هنا، ربي يحفظك ان شاء الله وديما طيب. اه ردينا، وكم مره ردينا عليك هنا، يعني ما عندناش فيه نحن. شفنا صوره حد ممكن نحن ما نتفقوش معاك في الراي، لكن نحن كل واحد وتوجهه، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع. تمام. عندنا صالح الفاخري يقول لكم منورين. طبعا ردوا عليه هنا كذا تعلقي وريمي في مباشر، ما عندناش مشورنا كلام صفايا، مشورنا. ربي يحفظ ان شاء الله. عبد الله الكاسح يقول يا مجدي ما نبش مانيش مسيبك لين تغني موال، انتو يغني لك موال. هيغني لك موال، هي حناخذه نحن وصله. هو غنى شيل عيونك، ومازال عندنا ما تغيب عني، وعندنا ساكت ناكت، وعندنا أغنية للفنانة تونس مفتاح. ناخذ وصلة غنائية مستمعينا الكرام مع بعضنا، ونرجع لكم بجديد، خلوكم معنا. خلينا ساكت ساكت، هذا طبعا هو الذي يحب حتى حميدة، غنيت فرح حميدة كلمات مراجعات وصلنا يجبكم يا رب. مدى أخوي الفنان طبعا أكيد أطلب عمار الكزيري، الفنان عمار الكزيري والعبودة الكاسة، ربي يحفظكم ما شاء الله. خليني ساكت ساكت وحاول من صوتي نتعلم كيف ما يقولوا الساكت ناكت وقاعد تكلم، يا ما يقول يا ما يقول يا ما يقول يا ما يقول كان تكلم. خلينا ساكت ساكت وحاول من صوتي تعلم كيف ما يقولوا الساكت ناكت وقاعد تكلم، يا ما يقول يا ما يقول يا ما يقول يا ما يقول كان تكلم. كل يوم الدنيا تعطيني شيء وتاخذ مني شيء، وكل يوم الدنيا تعلمني من اللي معاي ومن علي. كل يوم الدنيا تعطيني شيء وتاخذ مني شيء، وكل يوم الدنيا تعلمني من اللي معاي ومن علي. خليني ساكت اريح لي بيني وبينك هكي خير، حتى ونا صمتي جارحني اسكوتي لا معنى كبير. خليني ساكت اريح لي بيني وبينك هكي خير، حتى ونا صمتي جارحني اسكوتي لا معنى كبير. رغم ظروفي ورغم احزاني وظلمك لي وظلم ايامي، وبرغم اللوعة والامي اللي كيفينا ما يتألم. خليني انا ساكت ساكت وحاول من صوتي تعلم كيف ما يقولوا الساكت ناكت وقاعد تكلم، يا ما يقول يا ما يقول يا ما يقول يا ما يقول كان تكلم.
Thank you.
الله عليك الله عليك والله ربي يحفظك ان شاء الله فنان مجدي الكديكي ودائما متالق ان شاء الله وربي يحفظك وصله غنائيه تعبناك فيها الحكي محمد طبعا يهون عليك شوي البحث في محمد تعزف والبحث في محمد يهون عليك شوي هو معنا محمد دز رساله بيك تغني هي حنخلوك تريح شويه نقرو تعليقات وعندنا اغنيه حنختم بها محمد حنختم بها اللي هي اغنيه للشاعر باسط الزوي علي فيروس كورونا انا واحد يغني عليه مرض يا والله العظيم قال لك غنيتها لا والله ما غنيت حاجه عن مرض عمري ما غنيت اي حاجه كان الله مني في البث قال لك قال لك البث مغنيها في البث ممكن ناسي هو انت حافظها ما تبكي واحد اخر اكيد حميد ما مش غنيت عليها كرون فتنا الله منها يا راجل ان شاء الله ان شاء الله قال لك اسبوع اخر وتحل من ليبيا بك ان شاء الله ان شاء الله ربي يفكنا منها ان شاء الله يفك كل السامعين ان شاء الله قول امين يس اللهم امين ان شاء الله نقرا تعليقات زياد عندنا احمد ابراهيم يقول نبي نروح ها 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 والدليل متابعتنا لتراثنا ولكن كورونا حجرتنا احمد متاع اندونيسيا اندونيسيا ان شاء الله تروح طيب يا حمادي وان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله هو عجبته مقولات قريت ريم البرغثي يقول غني يا مجدي شيل عيونك غناها طبعا غناها شيل عيونك مجيد الدينالي يقول من خالد الدينالي ربي يحفظ اخويا مجدي ويحفظكم الله جميعا الله يحفظك اخونا مجدي ربي يحفظك ان شاء الله انا احمد ريمو طبعا ما زالت انا قاعدين نناقشوا لين لخبطونا عرفت السادي دق زياد يا صديقي احلى ميسترو ربي يحفظك يا سادي من عندنا اخر عبد الله الكاسح ربي يحفظك يا غالي وشكرا على الموال يا فناننا الغالي سلمك سلمك عبود ربي يحفظك يا غالي عندنا عمار الجزيري يقول منور مجدي ديما طيب فنان عمار الجزيري فنان ممثل وان شاء الله اشوف اعمالك ان شاء الله في رمضان ان شاء الله يا رب عمار الجزيري اخو علاء اخو علاء اخو علاء اخو علاء الجزيري مسكن مساكن فنان اللي بصدق من فنان متابع فيه متابع فيه يعني كيف تقول الولد نجم فنان ما شاء الله يعني كيف تقول من ثاني مسلسل جذب الناس كلها هو ربيع. هو الحق يعني حتى تفرج عليه عمار يعني ما فيش تصنع ما فيش تصنع في الاداء تاعه في الادوار يعني الحق صراحه الله يعني مصدق يعني شاب محترم الحق انا متاكد انه له مستقبل كويس ان شاء الله ربي يحفظك اخونا عمار ان شاء الله وسلامنا اكيد لاخوك اخونا علاء هو مختفي علي لفتره لان صفحتنا على الفيس تغيرت مش الصفحه الاولى ووصل له سلامي معنا وجع العين ان خطاهم تحيه الفنان مجدي كديكي ونطلب منك اغنيه داروني اعزائي ظلمت داروني اعزائي ظلمت داروني ممكن مكتوبه غلط مش عارف داروني اعزائي ظلمت عندك انا اميره انا اميره ناويك يا عز الرفاق هي اللي ما قلناهاش هنا قلناها خلاص قلناها يا هنا هي هنا طلبتها شيل عيونك وغناها الفنان معني رمز مش حافظها كويس لكن قلت منها راس بيتي بارك الله فيك مجدي دينالي يقول بالله عليك شهادة من ديني ظلمه عزيز الغيري كان عطوه كلمة سيمن دينالي غالب هذين أقسامة معاه ما ينقال كده نعم هذه عمل ولا هذا شك يبيع آدم مجدي دينالي عندي طبعا أنا أغلبية الدرد شابين آدم زوراب وأنا أحمد وريم البرغثي هو آدم ممكن تقرأ تعليقه في تعليق هو آدم قال لقطة اللي حكيتها قال صايرة معي أنا مع الفنان مجدي منو هو آدم آدم منو وصل هو مش عارف آدم منو قال آدم الزوراب آدم الزوراب قال في حفلة صارت معايا لقطة مع الفنان نحن شنو لو ما قريناش التعليق يقول لك هذا ما يبوش أقرون نحن أي حاجة تكتبوها حنقروها يعني آدم قال في حفلة الفنان هو الضيف هو ما خلانيش نغني الضيف ها عليك أنت يعني شوفيش كده ها لقيته فوق قال لك اسمع محمد حيط لك ها ها حتى أنت غنيت يا محمد قريته تو انا لما طلعت انت هو حول بكر
انا حتى انا غير يا راجل مره نطلع حتى مصري ولا مصري قاعد قالوا لي بيغني جاهل غفير هذه هي تغيير الجو يعني هو يعني الفن مش انت اللي ماسكه مش انت صاحبه يعني انت صاحب آلة وفنان حتى بدون ماء حتى الفنان يمسك مايك وعادي صح صح هو اللي عنده هوايه يعني من ربي يتوكل على الله يعني فيش حد بيقول لا يعني هو الشبكة عندنا ضعيفة عشان نقرأ تعليقات كان في تعليقات يبان علينا وفي تعليقات ما يبانش فليتبعوا فينا سامحونا واجد وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع نقرأ لو توفر التعليقات محمد نختم حلقتنا بوصلة نهائية في حلقتنا ومش في حياة الفنان مجدي وإن شاء الله موفق في كل أعمالك يا مجدي وإن شاء الله ربي يحفظك وحلقة جميلة معاك اليوم وإن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله موفق دائما نأخذ وصلة مجدي أخيرة في حلقتنا اليوم شو رأيك يا مجدي؟ يلا نأخذ وصلة غنائية أخيرة في حلقتنا ونختم معاكم تقبلوا تحياتي لعبد الله أسعد برغثي وكذلك زياد العروية إن شاء الله حيكون يوم بعد يوم حلقتنا أكيد حيكون معاكم الزميل طارق المصماري في سمعنا بجوك تحياتي
شهادة من دين وشهادة يا حميدة شهادة من دين وشهادة من دين عزيزي غيري وين عطار شهادة كل خير وأهلا بكم من استوديو شباب غازي. ننقل إلى ما سمعكم موجزة في أهم الأبواب.